الرحمن الرحيم. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إزايكم حبايبي متابعين حوا، عاملين إيه؟ يا رب تكونوا في أحسن صحة وأحسن حال بأمر الله. زي ما أنتوا شايفين كده مع بعض، دي خلطة من الحاجات والمكونات اللي أنتوا شايفينها زي كده هو. دي هنعمل بيها إيه؟ إحنا النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض المحشي الكرنب ني في ني. تمام، إحنا عملناه كده مع بعض بطريقة التسبيكة العادية جداً، والنهاردة أنا قلت إن إحنا نعمله بالطريقة دي. الطريقة دي أنا عاملاها ومجرباها كذا مرة، وصدقوني فضلوها عندي عن التسبيكة. لما تعمليها وتجربيها وتشوفي التوابل والبهارات والطريقة اللي بيتعمل بيها هتعجبك جدا جدا، وبعد كده تبقي تحكمي عليها، لأن كل حاجة بتيجي بالتجربة. تمام كده، يلا بينا مع بعض نشوف إيه هي المكونات بتاعتنا ديت، ونشوف هنعمل المحشي الني في ني مع بعض إزاي. طبعا هنا انا معايا دول بصلتين كده زي ما انتم شايفين، مفرومين او بالكبه او بالمبشره عادي زي ما تحبي، مفيش مشاكل. بصلتين كبار او متوسطين، تمام كده بالشكل ده. معايا كمان هنا دول ثلاث حبات من الطماطم، انا برضو قطعتهم اللحم بتاع الطماطم بس زي ما انتم شايفين كده ما فيهاش ميه. وكمان خدت عليهم قرن فلفل كده من الفلفل الحامي. طبعا المحشي بيبقى هو مشطشط كده بيبقى ليه طعم تاني وجميل. معايا كمان هنا دي معلقه من الثوم المفروم، في ناس ما بتحبش تحط توم للمحشي بس صدقيني جربيها وحطي معلقه التوم ديت، وهتخلي المحشي يروح معاكي في حته تانية وطعم جميل جدا وريحه بقى ما اقولكيش. يعني دوت ما يعادل راس توم كده متوسطه. تمام، طبعا هنا معايا دول ثلاث حزم من الخضره، حزمه بقدونس وحزمه شبت وحزمه كزبره مفرومين ناعم بالشكل دوت زي ما انتوا شايفين. التوابل بقى والبهارات بتاعتنا تعالوا كده مع بعض. طبعا اول حاجه هنا دوت ملح، معايا كمون، معايا بهارات محشي، معايا هنا دي معلقه برضو من السكر، ما تستغربيش للسكر هيديكي تذكيره جميله جدا للمحشي، ويضيع معاكي لو في مراره للبصل للحموضه بتاعه الطماطم اي حاجه هتخليها جميله جدا معلقه السكر دي. معايا هنا فلفل اسود وكزبره ناعمه. خلاص كده دول كده اول حاجه او بدايه دول هم اللي انا حطيتهم كده. هنجمع مع بعض وهنشوف بقية الخلطة بتاعتنا وإيه كمالة المحشي الني في ني والرز بتاعنا. استنوني ده بقى، تعالوا نكمل مع بعض الفيديو بتاعنا. أنا هنا جبت تجيبي صينية تجيبي بولة بقى أي حاجة مفيش مشاكل اللي عندك. فضيت فيه الخلطة بتاعتنا هي زي ما انتوا شايفين، البصل والخضرة والطماطم معاها الفلفل وكمان معلقة التوم. هنعمل إيه دلوقتي؟ هنحط برضو التوابل بتاعتنا أهي اللي احنا قلنا عليها، ماشي، هننزل بيها كلها كده. معايا بقى هنا ايه، معايا دي معلقه صغيره من الثوم المفروم، من معلش اسفه، من النعناع المفروم. شايفه النعناع دوت انا جبته كده فركته كده على ايدي اهو بالشكل دوت اهو، هقربه لكم كده من الكاميرا. ده نعناع، تمام، بيدي بقى برضو ريحه وطعم جميل. بص الخلطه كلها كده بتبقى متناغمه مع بعضيها، جربيها وصدقيني مش هتندمي. دي خلطتي المحشي اللي انا بعملها دايما ومعتمدها بقالها سنين، جميله جدا جدا جدا. ماشي، تعالوا بقى كده معانا بعد كده الرز بتاعنا. طبعا المحشي ما بيبقاش ليه مقادير معينه، تبع ما انت عامله وتبع الكرومبه اللي انت جايباها، هتعملي جنبها مثلا تاني حبه فلفل، هتعملي حبه ورق عنب، فمش هقدر اقول لك على مقادير معينه، انت عينك ميزانك زي ما بيقولوا وللكميه اللي انت جايباها. خلاص كده هكمل بقى. ده معايا هنا الرز بتاعي اهو، انا غسلاه كويس. تمام، هخلط بس المكونات بتاعتي دي الاول قبل ما احط عليها الرز. تمام كده اهو بالشكل دوت، هقلبها كلها وهقلبها مع الفلفل الاسود والكزبره عشان تاخد وتدي كده مع التوابل والبهارات اللي انا حطاها. هكمل بس وهرجع لكم. بصوا كده بعد ما قلبت كل المكونات اهي زي ما انتم شايفين مع بعض كده، الله على الريحه بتاعتها بقى ما اقولكوش، والتوابل والخضره جميله جدا. هننزل دلوقتي بالرز بتاعنا اهو، ماشي، تمام كده. كميه الرز اللي انت عايزاها زي ما قلت لك، الرز والكميات زي ما انت عايزه. كده بعد ما نزلنا بالرز هننزل بايه؟ انا بحب احط على المحشي بتاعي خلطه من السمنه والزيت مع بعض. تمام، سمنه على زيت، الزيت عشان يديني ايه فلفله كده للرز ويخلي الرز بتاعي حبه حبه كده وجميل، وكمان ما يعجنليش الخلطه بتاعتي، والسمنه عشان تديني برضو طعم بالاضافه مع الزيت. تمام كده، بعد ما حطينا السمنه على الزيت مع بعض، معايا برضو هنا دي خلطه من التسبيكه. تمام، شوفي يبقى انت كده جمعتي كله في الخلطه النيه، عشان كده بقول لك كملي معايا الفيديو للاخر. الخلطه ديت تسبيكه انا طبعا شايلاها في الفريزر عندي ما عملتهاش دلوقتي، هنزل بيها كده يعني مش هنزل بيها كلها، جزئيه جزئيه لغايه لما هقلب
تمام، وهشوف المستوى المحشي بتاعي والميه اللي فيه وكده، والتقليب مع التقليب هتعرفي واحده واحده. هقلب الخلطه دي كلها مع بعض، وهشوف اذا احتاجت تاني كميه من الصلصه، يعني شوفي مقدار مثلا كبشه كده او كبشتين من الصلصه. وهنرجع مع بعض ونشوف ازاي هنحشي الكرنب بتاعنا والتسويه بطريقه المحشي النيف ني. كده خلطة المحشي بتاعتنا اهيت زي ما عملناها مع بعض، زي ما انتم شايفين كده شكلها يدل عنها بصراحة خطيرة. تعالوا بقى انا اوريكم ايه. ودي زي ما قلت لكم ديت اللي هي ايه معلقتين الصلصة اتبقوا مني، ما حطيتش الصلصة كلها تمام، عشان المحشي معاكي ما يبقاش فيه الصلصة صيصة كتيرة يعني، وينزل معاكي مية كتيرة في ايه اثناء التسوية. تعالوا بقى دلوقتي نشوف الايه الكرنبة بتاعتنا والتقطيع، وزي ما بيقولوا ايه كل شيخ وليه طريقة، ودي بقى ايه طريقتي في تقطيع ورق الكرنب. تعالوا كده نشوف مع بعض تمام. طبعا الورقة دي زي ما انتم شايفين كده انا عملت ايه، قطعت العصاية بتاعتها اللي بتبقى ماسكة الورقة بتاعت الكرنب بالشكل ده. هبدأ اقطعها ايه بقى كده، بصوا معايا مثلث بالزاوية دي اهو، بصوا كده هنزل كده بالسكين لغاية لما اهو بصوا تنزلي كده كده واحدة واحدة لغاية لما هيقطع معاكي مثلث، طبعا اللي هو ايه بالورقتين الناحية دي والناحية دي مثلثين بالشكل ده ماشي. هطبق واركنه على جنب، وبعمل كل الورق بالطريقة دي الاول تمام. بعد كده هاخد بقية الورقة بقطع برضو، بصوا شايفين الزاوية عملت مثلث ازاي، تاني قطعتها زي ما انتوا شايفين كده بقى مثلثين برضو فوق بعض اهو. خلاص بعمل ايه بقى، بركن برضو بطبق كده وبحط جنبي كل الورق بالطريقة دي، وهقطع برضو هنا نفس الحكاية كده بالطول، وباجي بشيل لو في اي عصي كده تخينة من الكرنب، يعني لو ورقة الكرنب من هي ايه الورقة اللي بتبقى ايه معرشة زي ما بيقولوا عليها فيها عروش، بروح شايلاها وبساوي كده الورق بتاعي واطبقه وابدأ احشي بعد كده واحدة واحدة. تعالوا بقى نشوف مع بعض هنحشي ايه ازاي. طبعا احنا عارفين ان الرز بتاعنا مش مستوي ولا اي خلطة بتاعتنا فيها مستوية، فما تكتريش المحشي بتاعك في الرز في الورق الكرنب قصدي، عشان ما يطلعش معاكي بعد كده ويبقى شكل المحشي بتاعك مش كويس ويبقى مالي الحلة الرز. حبة خفيفة خالص وتروحي قافلة من الناحية دي ومن الناحية دي وتلفي بالشكل دوت كده اهو زي الرول معاكي. هلف كده وابرم واحدة واحدة لغاية لما اخلصها، وبعد كده بعمل ايه بجيب السكينة مش هسيبها طبعا زي كده، هقطعها على صباعين، ما تلاقيش الورق الرز مش هيطلع منك من الناحية المفتوحة ولا اي حاجة، وبلفه اهو بالشكل ده وهنشوفه مع بعض ان شاء الله هيبقى جميل جدا في اخر الفيديو تمام. المثلث بقى ده الاولاني اللي انا قطعته معاكم من اول زاويه في الكرنبه، طبعا اخر حته دي اللي بتبقى العظمه كده بتاعه الكرنبه ناشفه بروح شايلها، وباجي بظهر السكينه لو في اي حتت كده عصي ناشفه كده من زي ما انتم شايفينها كده في ورقه الكرنبه بدب بيها كده بظهر السكين عشان يمرض لي العصي بتاعه الكرنبه ديت، وتبقى ايه خفيفه معايا في اللف ما تبقاش واقفه، ويبقى شكل الصباع معايا مش ايه مش كويس ومش ظريف في الاخر. هنحط الرز برضو بالشكل دوت زي ما قلت لكم، ما تكتريش الرز لان الرز لسه والخلطه والحشوه كلها هتستوي معانا، ونلف برضو بالشكل دوت زي ما انتم شايفين. لو حاسه ان الورقه كبيره هقطع معايا الورقه عشان ما يبقاش الورق ايه الكرنب فيها كتير، وطبعا مش هرمي الورق دوت، لما بعمل واحده على الثانيه بروح حطهم على بعض وبعملهم صباع. شايفين شايفين الصوابع عامله ازاي اهي ما شاء الله جميلة. وعلى فكرة الطريقة ديت يعني مش غريبة ان انا الف كده ورقة كبيرة واروح مقطعاها على تبع حجم الورقة. بص بقى دي الورقة التانية برضو، لو جت في حتة مقطوعة عندك زي كده عادي تقطعي لها حتة كده وتجيبيها تحطيها عليها عشان الرز ما يطلعش منها تمام. وبرضو نفس الطريقة زي كده هلفها واحط الرز تمام اهو برضو كده زي ما وريتكم اول مره، انا بكرر بس معاكم عشان اوريكم الطريقه في اللف دي سهله جدا، اسهل ما انك انت تعملي ايه صباع صباع كده على ايدك او على الورقه، بالعكس الطريقه دي بتسهل عليا جدا اهو. وبعد كده برضو الورق الكبير اللي ورا بلفها كلها مره واحده وبقطعها مثلا على 3 على 4، وده بيوفر لي وقت جدا وبيسهل لي في لف الكرنب. بصوا بقى ده شكل المحشي بتاعنا بعد ما خلصناه، ودي الرصه اللي انا برصها، شايفين ما شاء الله الصباع كده عامل ازاي، صوابع المحشي بتاعتنا اهي شايفين الحله،
بصي بقى لازم يبقى فيه فراغات كده شايفه، عشان لما تحطي الشوربه يبقى فيه مساحه ان الصباع بتاعك يستوي وياخد براحه يعني في السوى، وكمان الشوربه والغليان يطلع البخار يعني على المحشي كله، ما تبقاش مكتمه الطبقات على بعضها وتيجي تفتحي بقى المحشي تلاقي ايه قلب المحشي لسه ني زي ما هو مش مستوي. تعالوا بس كده دقيقه واحده انا هوريكي ازاي ترصي المحشي كده هنا في طبق خفيف كده بسرعه. بصي بقى انا بعمل دايره كده اهو اهو بالشكل ده الاول في ارضيه، طبعا في ارضيه الحله هتحطي ورقه من ورق الكرنب عندك الاخضر مثلا الاخر وترصي عليها اهو. برص بالشكل ده كده ماشي كده كده تمام. يبقى انا كده ايه رصيت داير كده، برجع بعد كده احط الصباع كده زي اول طبقه ديت اللي انتوا شايفينها تمام. بحط كده اهو كده كده بالشكل ده داير ايه برضو كده في الطول خلاص. وبرجع احط تاني كده فوق بعضيه اهو كده يعني زي ايه زي البنى كده لما بيمسك بعضه اهو تمام. بصي اهو بالشكل دوت كده اهو كده خلاص زي اتفقنا كده. واخدين بالكم من الرصه، وارجع تاني نفس ايه الرصه معاكي بالشكل دوت اهو بالشكل ده كده كده. انا حبيت اوريها لكم بس كده في الطبق عشان تشوفوا شكل الرصه بتاعتي والفتحات اللي بتبقى بين الصوابع عشان المحشي بتاعك كله يبقى مستوي من اول واحده لاخر واحده. خلاص كده هنحط بقى المعيار الشوربه بتاعتنا. طبعا انا حاطه شوربه على النار عندي شوربه بط، هحط حوالي مثلا يعني لغايه تلتين الحله من تحت كده. انا ما بحبش ان انا احط شوربه واغطي بيها المحشي كله على الاخر خلاص، ليه؟ عشان ما يتهريش معايا ويعجن من كتر الشوربه فيه. ولو حسيت زي تسويه الرز كده بالظبط، ولو حسيت انه بهدي عليه اول ما بيغلي طبعا بتهدي عليه النار. لو حسيتي ان الشوربه بتاعتك قلت فيه وان هو لسه ما استواش معاكي وعاوز شوربه تاني بديله مثلا كبشه او اتنين لغايه لما بلاقيه استوى خالص، وبعد كده بطفي عليه النار. تمام كده هخلص تسويه المحشي بتاعي زي ما قلت لكم، وهنشوفه بعد ما يستوي مع بعض. بصوا كده شايفين المحشي بتاعنا، بسم الله ما شاء الله، انا لسه شايلاه دلوقتي من على النار. الاحمر طبعا ده هتقولوا ايه ده، معلقتين كده من الصلصه اللي احنا حطيناها برضو، انا وريتكم ان كانت في معلقتين باقيين فدول انا حطيتهم كده على الوش زي ما انتوا شايفين ما شاء الله. بصوا بس انا عايزه اوريكم، شوفوا التسويه، شايفين صوابع المحشي ما شاء الله جميله جدا، ولا في رزايه طلعت لبره شايفين اهو، وكنا عاملين كمان الرز ني مش مستوي ما شاء الله جميل جدا جدا، كل واحد زي التاني اهو خطير. هنغرفه دلوقتي ونشوفه مع بعض ان شاء الله في الطبق واحده واحده. تعالوا كده نشوف مع بعض المحشي بتاعنا اهو، بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا شايفين ما شاء الله، طبعا ده الورق اللي انا حطاه بس كده في ارضيه ايه الحله، شايفين ما شاء الله جميل جدا اهو. بصوا مستوي معايا لغايه اخر واحده، شايفين شايفين جمال المحشي ازاي خطير ها جميل جدا. تعالوا بقى نطلع كده حبه من فوق بالمعلقه عشان هما نزلوا كده اهو، شايفه خطير السخونه. بس ديكوا شايفين معايا انا لسه شايلاه من على النار حتى ما هديش بسخونته زي ما هو، جميل جدا جدا وخطير ومستوي معانا لحد اخر واحده من اول حله كله زي ما قلت لكم. اتبع الطريقه بتاعتي اللي انا رصيت بيها المحشي زي ما قلت لك، هتلاقيه مستوي معاكي من اول صابع لغايه اخر صابع بالشكل دوت ان شاء الله. جميل جدا خطير كده. خلصنا الحله بتاعتنا اهو تمام بالطريقه طبعا اللي انا عملت بيها اللي هي الخلطه اللي انا حطيتها كلها، صدقيني هيبقى خطير معاكي. وده كمان اهو وش ايه الحله انا شلته معاكو اهو، شلته كده رصيته بس كده عشان التصوير، والباقي فضيناه في الطبق مع بعض زي ما انتوا شايفين، خطير جدا جدا وجميل. اتمنى ان كنتوا تجربوه بالخلطه دي، شايفين مستوي معانا اهو. بصوا المحشي اهو، شايفه كمان الرز من جوه. بصي انا عايزه اوريكي في واحد يمكن طلع هنا اهو، بصي الرز من جوه، شايفه الرز واحده واحده ازاي اهو، ولا عجن معانا سخن على ايدي. بص الرزايه شايفه واحده بوحدتها. اتمنى بقى ان كنتوا تجربوا الوصفه بتاعتنا ديت بتاعه المحشي، وصفه سهله جميله، وصفه خطيره جدا جدا يا جماعه، التتبيله روعه صدقوني، واللي هيجربه هيعرف كده ان شاء الله بنفسه.
يلا بقى كده لايك وشير وسبسكرايب، بحبكم في الله، واسيبكم في رعاية الله وحفظه، واقول لكم سلام عليكم.